اول حاجه في السبيرولينا فيها بروتين اكتر من اللحمه ما شاء الله، فيها حديد اكتر من الكبده البقري، فيها كالسيوم اكتر من منتجات الاجبان، وفيها مغنيسيوم اكتر من الحاجات الخضراء التانيه باضعاف، وفيها انتي اوكسيدنت اكتر من التوت والفراوله. البروتين عالي قوي، 70% منها بروتين. يعني انا اخد شويه سبيرولينا لو انا عندي انيميا تلاقي الحديد هوب، تلاقي الانيميا هوب، تلاقي صحتي بقت تمام، عندي الانيميا مخليني هنا لون ابيض، تلاقي دي في خلال شهر شهرين اتصلحت وبقت تمام. فبترفع منسوب الحديد حلو قوي ومصدر من الطبيعه. الانتي اوكسيدنت اللي فيها من اعظم الانتي اوكسيدنت اللي على الكوكب، انتي اوكسيدنت اللي هي مضادات الشوارد. ما دام مضادات الشوارد في جسمك موجوده زي الجلوتاثيون، زي السيلينيوم، زي التوت، زي الشوكولاته السوداء، الحاجات دي كلها انتي اوكسيدنت بتموت الشوارد الحره. ما دام بتقل الجلطات القلب، بتقل السكر، بيقل السرطانات، بتقل التركيز، بيزيد، كل ده لو الشوارد الحره بقت خفيف، تخس بسرعه، ما يبقاش فيه سموم، كل ده يعني معناه ان احنا بنخلص الشوارد الحره من الجسم. حبيبه الكبد، الناس اللي داخله على سيروزس اللي هو تليف كبد، الناس اللي عندها الكبد ابتدى يبقى تعبان، الناس اللي عندها فيروسات في الكبد، الناس اللي ابتدى كبدها يبقى فاسكونيا، تاخد سبيرولينا سحر يا جماعه، سحر. مش هبيع، مش هدخل الطب في البيزنس، مش هدخل البيزنس في الطب. عملوا تجربه على 25 بني ادم، ناس عندهم تايب 2، خدوا 2 جرام من 2 ل 4 جرام سبيرولينا، بعد شهرين مستوى السكر ابتدى يبقى طبيعي، وابتدوا يسيبوا الادويه عشان السبيرولينا بس. انك عايز تزود تركيزك، سبيرولينا رهيبه يا جماعه. عايز تزود صفاء المخ، عايز تحمي المخ من الزهايمر، السبيرولينا يا جماعه. الناس اللي عايشه في الراديشن اللي هو التلوث الاشعاعي، دكاتره الاشعه يا جماعه، لو انت عايش في الجابانيز وجنب فوكوشيما وجنب يعني اي مفاعل نووي بيحمي جسمك من الراديشن، لو انت بتاخد سبيرولينا وتعرضت للاشعاع بيحمي جسمك، جسمك ما بيتاثرش من الاشعاع. السبيرولينا بتمسك المعادن الثقيله كلها، لا لا لا، بتمسك الزرنيخ، تشم ريحه زرنيخ تقوم واخداه. لو انت عندك زرنيخ في جسمك عالي تمسكه وتطلعه بره.